ساهمت مشاكل تركيا الكثيرة بما في ذلك الأزمة الاقتصادية في توتر المواقف تجاه اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود منذ عام 2011. وتشير الاستطلاعات إلى أن بعض الأتراك يلومون اللاجئين السوريين على تدهور اقتصادهم ويتهمونهم بالاستيلاء على الوظائف التركية وبقضايا أخرى ينجم عنها اعتداءات غير إنسانية، هذه الاعتداءات التي تظهر بين الحين والآخر. إذن تصدرت تركيا قائمة الدول الأكثر استضافة للاجئين السوريين حول العالم، وذلك بمعدل أكثر من 3 ملايين لاجئ. وبالرغم من حصول أكثر من 200,000 سوري على الجنسية التركية، فإن الكثير من العقبات لا تزال تواجه اللاجئين السوريين في هذا البلد، وأبرزها الأجور الزهيدة ومشاكل إدماج الطلبة السوريين داخل المدارس التركية، وأيضا الترهيب بالعودة القسرية. أما عن توزع اللاجئين فتصدرت إسطنبول قائمة المحافظات التركية، إسطنبول شمالا تصدرت قائمة المحافظات التركية في استقبالها للاجئين، تليها هاتاي وأنقرة وأيضا غازي عنتاب جنوب البلاد. وأيضا يقيم فيها حتى الآن أكثر من 300,000 لاجئ سوري وفقا لإحصائيات أجرتها وكالة أو المفوضية السامية للأمم المتحدة. وأوضحت المفوضية أن ولايات قونيا ومرسين جنوبا وأيضا أدنا وبورصة تحوي أكثر من 300,000 لاجئ. أيضا في المرتبة الثالثة جاءت ولاية مردين هنا، والتي تحاذي ولاية ديار بكر، إضافة إلى كهرمان مرعش وأيضا ولاية كوجي إيلي شمالا والتي تقترب من إسطنبول، وقيصري التي نشهد فيها اعتداءات على اللاجئين السوريين حاليا، حيث يقيم فيها أكثر من 100,000 لاجئ سوري. وفي المرتبة الرابعة تأتي مناطق ديار بكر جنوبا تحاذيها إلى زيغ وملاطيا وأيضا أديامان. ولدينا أيضا هناك منطقتان يتركز فيهما اللاجئون السوريون، وهما على الساحل التركي كلا من منيسا وأيضا مغلا، واللتان تحويان أكثر من 50,000 لاجئ سوري. نتابع هذا المقطع المتداول من الاعتداء على ممتلكات اللاجئين السوريين في تركيا وتحديدا في قيصري. هذه الاعتداءات التي شاهدناها قبل قليل أثارت حفيظة وغضب الشمال السوري، وتحديدا منطقة شمال حلب، حيث شهدت مناطق ريف حلب الشمالي بما في ذلك كل من الباب، أعزاز وعفرين مظاهرات غاضبة تنديدا بالاعتداءات التي تعرض إليها السوريين في مدينة قيصري. وفي معبر باب السلامة الذي يربط منطقة أعزاز بتركيا تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث هاجم المحتجون سيارات الشحن التركية وكسروا بعضها ومنعوا دخولها من تركيا إلى الأراضي السورية. الله أكبر، هذه في مدينة الباب الآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذه في مدينة الباب. الله أكبر، الله حيه. وأدى ذلك إلى اشتباكات بين الجانبين أسفرت عن مقتل طفل وإصابة آخرين من الأتراك والسوريين، واعتقال الأتراك لشابين سوريين بعد إصابتهما. هذه الاحتجاجات التي شاهدنا مقطعا صغيرا منها امتدت شرقا وتحديدا إلى مدينة جرابلس أيضا الحدودية مع تركيا، حيث شهدت جرابلس توترا تحول إلى اشتباكات، مما دفع الموظفين والعاملين الأتراك في المعبر والمستشفى في هذه المنطقة إلى المغادرة باتجاه الأراضي التركية. شيل شيل العلم، شيل العلم، هذا معبر جرابلس.
وإلى الغرب من أعزاز شهدت مدينة عفرين أيضا. هذه المدينة شهدت مظاهرات عنيفة وهجوما على المباني الحكومية واعتداءات على الموظفين الأتراك، وتطورت الأحداث إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل شاب سوري وإصابة آخرين برصاص الشرطة التركية. وكان أيضا لإدلب نصيب من ردود الفعل على الاعتداءات التي تجري في تركيا على اللاجئين السوريين، حيث هاجم شبان نقاط الجيش التركي في كل من قرى الأتارب وإتقاد، وقاموا بإنزال الأعلام التركية وخربوا السواتر المحيطة واعتدوا على المصفحات العسكرية التركية. نتابع.